كان له رؤية مستقبلية للأمور. يعد الرئيس السادات آخر فرعون تولى الحكم في مصر محمد أنور السادات الذي أحكم التدبير وأتقن التقدير في قرار الحرب لتحرير الأرض. محمد أنور السادات لن يقول فيه التاريخ إلا أنه كان بطل القرارين، قرار الحرب وقرار السلام. موبايلات نزلوه، نزلوا موبايلات، هزل موبايل نزل. Thank you.
عايزين نضرب غرور وعنجهيه.